صبحي واحد من كباتن النادي الاسماعيلي ونجوم الفريق خلال الفتره الماضيه كابتن عصام. في البدايه برحب بيك وببارك لك على يعني المكسب النهارده بالتاكيد، وكمان ثبات في مستواك وادائك مع النادي الاسماعيلي. عديت بمراحل كثيره جدا مع النادي الاسماعيلي، ولكن تبقى دايما يعني الثبات والاصرار كان دافع ليك طوال المرحله الماضيه وثبات مستواك مع النادي. في الاول بحب الحمد لله على المكسب، وبحب ابارك لشعب اسماعيليه كله على مكسب النهارده. برحب برضه بالناس اللي في الاستوديو كلهم. الحمد لله مكسب مهم في وقت مهم لينا كلعيبه. ربنا عالم بينا، احنا بنعمل كل ما علينا، والكابتن ايهاب بيشتغل مع اللعيبه بيحفظ اللعيبه. الحمد لله النتائج ممكن مش احسن حاجه زي ما الناس عارفه وزي ما الناس بتتطلع في اسماعيليه، بس الحمد لله واحده واحده وان شاء الله النتائج دي هتيجي. احنا باقي 7 ماتشات في الدوري دلوقتي 31 بونت، ان شاء الله ال7 ماتشات دول نقدر نعمل منهم حاجه كويسه تحط نادي الاسماعيلي على الاقل في واحنا في سنه بناء زي ما بيقولوا، تحطه في مكان كويس يدي الناس امل ان شاء الله ان اللي جاي افضل باذن الله. كابتن مروان حمدي لاعب نادي الاسماعيلي وصاحب هدف المباراه الوحيد النهارده ورجل المباراه، كابتن مروان في البدايه ببارك لك يعني على جائزه رجل المباراه وكمان على استمراريه في التالق خلال المباريات الاخيره، كمان بالتحديد يمكن النهارده الهدف الرابع ليك خلال اخر 3 مباريات، هدفين في نادي القناه، هدف في مباراه انبي، النهارده كمان بتهدف في مباراه مودرن فيوتشر. المرحله اللي فاتت يعني عايز تقول عنها ايه واللي جاي ان شاء الله؟ انا رقم واحد انا بحمد ربنا، وبعد كده بشكر اهلي وبشكر زمايلي وبشكر الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي كل حاجه معانا في النادي. الحمد لله الصوره اللي الواحد بيبان عليها دي نتيجه تعب ونتيجه شغل في الملعب ومع الكابتن ايهاب والجهاز كله وحتى الناس كلها، وتعب الشخصي، فالحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، والحمد لله كل حاجه بتبان في الملعب ويعني ربنا بيكرم الحمد لله. مروان ما شاء الله عليه، او دكتور مروان فايق الفتره اللي فاتت والموسم كله بشكل عام يعني بصراحه. الحمد لله الحمد لله والله. انا مستغرب بس من كرم ربنا، يعني الواحد انا بذاكر وفي كليه الطب وبرجع العب والكلام ده كله، فانا انا 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 انا, أنا يعني مكسوف من اللي يعني مش مك... انا مبسوط يعني ربنا بيكرم والحمد لله.